من 100 سنة اضطر الجيش المصري انه يخرج من السودان بقرار منفرد من الاحتلال البريطاني اكتملت بيه خطة الاستعمار لفصل السودان عن مصر. بدأت الحكاية بعد اتفاقية عام 1899 اللي بيها نشأ الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان، وحسب الاتفاقية يعين للسودان حاكم عام إنجليزي طبعا بتجتمع ليه الرئاسة العليا العسكرية والمدنية، وهو اللي بيصدر القوانين بالتشاور أكيد مع المندوب السامي وبمجرد إبلاغ الحكومة المصرية. والنتيجة إن الاتفاقية اللي كان مقصود بيها تنظيم الحكم المشترك مكنت بريطانيا لوحدها من تنفيذ مشروع استعمارها للسودان، وده بالمال المصري وبالرجال المصريين، يعني بالميزانية والجيش. فعلى مدى سنين اتحملت ميزانية مصر الاعتمادات المالية المخصصة للسودان غير نفقات الجيش المصري هناك بما فيه موظفين وعسكريين إنجليز، وتحمل الجنود المصريين مهمات شق الترع وبناء المستشفيات والمدارس ومد خطوط سكك الحديد وأسلاك التلغراف. والحكومات المصرية في الوقت ده كان لازم تقبل، لأنها إذا رفضت بيفصل عنها السودان لصالح بريطانيا مش لصالح السودانيين، ولأن مية النيل كان لازم توصل بانتظام وإلا انهارت زراعة مصر واقتصادها، ولأن اللي هيتحكم في مية النيل هيتحكم في مصر لأنه هيهددها بالجفاف أو الغرق. والإنجليز كانوا بيخططوا فعلاً لفصل السودان للضغط على مصر وإخضاعها لإرادته، وكمان لاستغلال السودان لوحده أرض ومية وعمال، ولاحتكار الزراعة هناك لصالح شركته. وبدأت سياسة الفصل بإنقاص عدد الموظفين المصريين لصالح الإنجليز والسودانيين، وإنقاص عدد الوحدات المصرية بالجيش، وإنشاء وحدات سودانية بديلة كنواة لجيش سوداني تستخدمه بريطانيا بعد نجاح مخططاتها في فصل السودان عن مصر. والسودان في الوقت ده كان بدأ فيه حركة وطنية متأثرة بثورة 19 بقيادة شباب سوداني زي علي عبد اللطيف الضابط بالجيش المصري، ومحمد سر الختم المهندس بمصلحة الرأي، وأنشئت جمعية الاتحاد سنة 1920، وبعدها جمعية اللواء الأبيض اللي زاد نشاطها سنة 1924 مع تأليف وزارة سعد زغلول وانعقاد البرلمان المصري، وهو البرلمان اللي طالب أكتر من مرة بجلاء الإنجليز عن السودان، واللي ردت عليه الحكومة الإنجليزية أمام مجلس اللوردات بأنها لن تترك السودان. والنتيجة كانت مظاهرات في المدن السودانية رد عليها الإنجليز بالرصاص، ولما جه وقت المباحثات المنتظرة بين سعد زغلول ورمزي ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا كان مصيرها الفشل بسبب تمسك سعد بالجلاء التام عن مصر والسودان. وبعد شهر واحد من قطع المباحثات اغتيل بالقاهرة سردار الجيش المصري وحاكم السودان السرلستاك، والرصاص اللي أطلق عليه أصاب حكومة مصر وبرلمانها وأحلامها بوحدة وادي النيل واستقلاله، وعاشت مصر ساعات عصيبة بعد الحادث. استعراضات عسكرية للجيش الإنجليزي في شوارع القاهرة، وبوارج بريطانية بتوصل واحدة ورا التانية لبورسعيد واسكندرية، والمندوب السامي الليمبي بيسلم سعد زغلول إنذارين بيحمل فيهم الحكومة مسؤولية الاغتيال وبيطلب منها الاعتذار، ومش بس كده دفع غرامة 500,000 جنيه وتعقب الجناة. لحد كده الطلبات كانت مفهومة، لكن الإنذار كان فيه طلبات ملهاش أي علاقة بالجريمة زي سحب الجيش المصري من السودان والإبقاء على منصبي المستشار المالي والقضائي بالحكومة المصرية، وكذلك الموظفين الأجانب. أما الطلب الأغرب فهو زراعة مساحات غير محدودة من أرض الجزيرة. مشروع الجزيرة كان مهم جداً للإنجليز في السودان، وهو بيقوم على زراعة القطن بري سهل الجزيرة من مية خزان مكوار اللي كان الإنجليز بيبنوه على النيل الأزرق، وهو طبعاً من روافد نهر النيل، وشمل المشروع 300,000 فدان من أصل 500,000 فدان بيكفيها الخزان. واللي الطلب في الإنذار هو زيادة مساحة المشروع بلا حدود بصرف النظر عن احتياجات مصر وقتها، لكن سعد زغلول رفض المطالب لأنه كان عارف أنه ما كانش ليها علاقة بالجريمة، والبرلمان أيده، وخلال ساعات أمر الليمبي بإخراج جميع الجنود والضباط المصريين من السودان، ومنح السلطة الإنجليزية هناك الحرية المطلقة في زيادة زراعة أرض الجزيرة. ولإجبار الحكومة المصرية على تنفيذ الطلبات احتلت قوة عسكرية إنجليزية جمارك الإسكندرية، فقرر سعد الاستقالة لتجنيب البلد مخاطر أكبر، ولأنه فهم إن هو المقصود، لأن معظم المطالب الإضافية كانت هي نفسها اللي رفضها في مفاوضاته مع ماكدونالد. وكمان أكدت روايات منقولة عن الليمبي إن نص الإنذار كان في درج مكتبه قبل الحادثة وكان بس مستني الفرصة،
ولما تولت وزارة أحمد زيور باشا الحكم اتخلصت من المعارضة بحل البرلمان وسلمت بخروج الجيش المصري من السودان، لكن الضباط والجنود المصريين رفضوا تسليم الذخيرة أو ترك ثكنتهم إلا بأمر من الحكومة المصرية، فحاصرهم الجنود الإنجليز وتضامن معهم بلوكين من القرطة السودانية، فتحركوا لمنع إخراجهم، ولما تصدلهم الإنجليز قرب مستشفى الجيش المصري اتحصنوا بالمستشفى، وبعد تبادل إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين قصف الإنجليز المستشفى بالمدفعية فدمروه بالكامل، وتحاكم ثلاثة من الضباط السودانيين بتهمة التحريض على العصيان وأعدموا رمياً بالرصاص، واضطرت حكومة مصر لإرسال أمر الإخلاء باسم وزير الحربية على طيارة عسكرية، فخرج المصريين من السودان من 29 نوفمبر ل 2 ديسمبر سنة 1924، وفي الوقت نفسه طرد 125 موظف مدني ومصري من السودان ليكتمل الخروج مدني وعسكري، وأعلنت بريطانيا إنشاء جيش دفاع السودان من جنود وضباط إنجليز وسودانيين بس، والسنين استمر حكم السودان ثنائي اسماً وإنجليزي فعلاً، لكن دي حكاية تانية حصلت من 100 سنة.